فنبدأ بسم الله. اليوم إن شاء الله راح نأخذ الجزء الثاني من الـ internal combustion engine واللي يسموه الديزل سايكل أو الـ compression ignition engine. The ideal cycle for compression ignition engine اللي يسموه CI. The diesel cycle is the ideal cycle for compression ignition reciprocating engines, the CI engines first proposed by Rodolphe Diesel in the 1890, is very simple, similar to the SI engine discussed in the last section. احنا هنا ان شاء الله راح ناخذ الكومبريشن اجنيشن انجن، يعني محركات التي تعمل بالاحتراق يكون نتيجة الانضغاط وليس نتيجة وجود سبارك مثل ما أخذنا بالأوتو. فمبدأ عمل الديزل سايكل هو مشابه لمبدأ عمل الأوتو سايكل، لكن الاختلاف الوحيد وين؟ أنه عندنا في شوط الاحتراق، الشوط الثالث، مكان ما عندنا سبارك بالاوتو هنا راح يكون عندي حقن للوقود. يعني احنا بالشوط الاول الانتيك راح نسحب هواء فقط، بينما بالاوتو كنا نسحب هواء ووقود. الشوط الثاني راح يصير عندي كومبريشن، يعني راح اضغط هذا الهواء الى اكبر يعني قدر ممكن، بعدها راح يتم حقن الوقود. الوقود من راح يحقن بالهواء المضغوط راح تكون درجة حرارة الهواء أعلى من درجة الاتقاد الذاتي لهذا الوقود، يعني الاشتعال الذاتي للوقود عند درجة معينة درجة الحرارة مال الهواء راح تكون أعلى من عنده، وبالتالي يحدث احتراق أو انفجار في هذه الشحنة اللي حقناها، وبالتالي راح ينطيني الشوط العمل أو الأوتبوت ورك، وبعدين الشوط الرابع اللي هو الإكزوست ورك. differing mainly in the method of initiating combustion، يعني الفرق وين يكون؟ فقط في يعني عملية الاحتراق. in the spark ignition engine also known as gasoline engine the air fuel mixture is compressed to a temperature that is below the auto ignition temperature of the fuel and the combustion process is initiated by firing a spark plug-in. فقلنا بالاوتو سايكل او السبارك اجنيشن انجن الشحنة الهواء والوقود مثل ما تشوفون هنا بالشكل عندكم تضغط، لكن درجة الحرارة مالتها هي اقل من درجة حرارة الاتقاد مال من مال الوقود، فيصير هنا شنو عندي below auto ignition temperature of the fuel. لذلك احنا نحتاج لسبارك بلاك على مود نتمم عملية الاحتراق. بينما in compression ignition engine also known as diesel engine the air is compressed to a temperature that is above the auto ignition temperature of the fuel and combustion starts on contact as the fuel is injected into the into this hot air. Therefore, the spark plug and carburetor are replaced by a fuel injector in diesel engine. فهنا احنا شنو اللي عندنا؟ انه الهواء يضغط ودرجة الحرارة مالته ترتفع بشكل عالي جدا اللي هي اعلى من درجة اتقاد الوقود، فبالتالي احنا من عندنا هنا فيول انجكتر، بينما بالاوتو سايكل عندي سبارك بلاك يولد لي شراره، هنا لا عندي وقود يحقن في الشوط الثالث وبالتالي ينتج عمليه الاحتراق، وبالتالي احنا ينتج عندنا شوط العمل. فهذا هو الفرق الرئيسي بين مبدا عمل الاس اي انجن والسي اي انجن، السبارك اجنيشن انجن والكومبريشن اجنيشن انجن. In gasoline engines,
الميكستشر هذا اللي هو الاوتو الغازولين اللي هو البنزين. A mixture of air and the fuel is compressed during the compression stroke and the compression ratio are limited by the onset of auto ignition or engine knock. فقلنا احنا بالنسبه للاوتو على مود يعني يصير ربط بين ال two cycles. بالاوتو احنا عندنا compression stroke لكن الشحنه احنا نضغطها الى حد معين بحيث ما يصير عندي اوتو اجنيشن، بحيث ما يصير عندي انفجار بالشحنه قبل ما نوصل الى نهايه التوب ديد سنتر، او ما تصير عندي النوكينج الصرقعه او الادوانز اللي تكلمنا عنها بالمحاضره السابقه. In diesel engine only air is compressed during the compression stroke. بينما بالديزل انا فقط عندي هواء في الكومبريشن ستروك، بينما بالاوتو قلنا لا عندنا وقود وعندنا هواء. لذلك كان مساله انه يصير عندي اوتو اجنيشن ما عندي هاي العمليه، او يصير عندي دوانز ما عندي. Eliminating the possibility of auto ignition, therefore the diesel engine can be designed to operate at much higher compression ratio, typically between 12 الى 24. لذلك انا اذا ما عندي اوتو اجنيشن اني اقدر اضغط الشحنه الى ارقام عاليه جدا. احنا قلنا بالاوتو احنا نضغط دون العشرة 8 9 الكومبريشن ريشيو، لكن بالديزل اني ممكن الرقم مالتي يصير اكبر. لذلك الاسطوانه مال المحرك تكون اكبر بالديزل من الاوتو. لذلك الكومبريشن ريشيو عندي من 12 الى 24، يعني ال V1 على ال V2 هي من 12 إلى 24، بينما بالأوتو كانت أقل من 8 9، يعني ما يتجاوز من هالرقم على مود نتحدث عندنا عملية الادوانز أو الأوتو إغنيشن. Not having to deal with the problem auto ignition has another benefit. Many of the stringent requirements replaced by on gasoline can be removed. فإذا أنا ما عندي مشكلة الأوتو إغنيشن، أكو واي من الأجهزة أو المعدات اللي موجودة بالغازولين إنجن ممكن أنا أستغني عنها بالديزل إنجن. And the fuel that are less refined thus less expensive can be used in diesel engine. وبالتالي أنا ممكن أستخدم وقود يعني عملية التكرير مالته أقل من الوقود المستخدم بال الاوتو سايكل. لكن المشكله وين؟ المشكله في الغازات او العادم الاكزوست راح تكون خطرها على البيئه اكثر من الاوتو ديزل. فاذا احنا بالديزل سايكل ما نحتاج هواي من الاجزاء مثل الكابريتر والسبارك بلاك، هاي ما نحتاجها بالديزل. ايضا الوقود ما يحتاج انه يكون مكرر ريفايننج مسوين عليه اكثر، لان احنا مثل ما قلنا بالافشنسي مال الاوتو كانت تعتمد على الاس الكي. فقلنا كل ما كان البنزين مكرر اكثر كل ما الثيرمال افشنسي مالته راح تكون اعلى. بالديزل انا ما عندي هاي العمليه، ما احتاج يعني الوقود ما احتاج انكرره بشكل عالي. لكن بالديزل نتيجة عدم تكرير الوقود بصورة عالية الغازات اللي راح تخرج من العادم راح تكون مضرة بالبيئة أكثر من نظيرتها وين؟ بالأوتو سايكل. لذلك احنا إذا ردنا نشوف أو نمثل عملية الاحتراق بالكومبريشن إغنيشن سايكل راح ننتقل إلى هذا السلايد. The air standard diesel cycle is an ideal cycle that assumes that heat addition occurs during a constant pressure process that starts with the piston at the top dead center. احنا هناك بالاوتو كان عندي اربعة اشواط، الشوط الاول، الشوط الثاني، الثالث، الرابع، بس كان عندي شنو حجمين
V1 يساوي V4 و V2 يساوي V3. لذلك كان عندي heat addition at constant volume. هنا الheat addition راح تكون عندي at constant pressure. هذا هو الفرق الوحيد. لذلك كان عندي هنا ثلاث أنواع من الحجوم. عندي V1 يساوي V4 مثل ما كان عندي بالأوتو. لكن V2 لا يساوي V3. عندي V2 يختلف عن V3. والheat addition كانت بالأوتو تتم at constant volume. لكن الheat addition بالديزل تتم at constant pressure. The diesel cycle can be shown on PV and TS diagram. مثل ما تلاحظون انه على ال PV انا ممكن اطلع الورك نت وممكن انا اطلع الهيت الادشن والهيت ريجكشن من التي اس دايجرام. فاذا شفنا ال the first process state واحد فاحنا بنقطة واحد راح يصير عندنا عملية compression الى نقطة اثنين. فان ايزونتروبيك كومبريشن مثل ما كان عندي. فاذا البروسيس من واحد الى اثنين مثل ما كان عندي بالاوتو هي موجوده نفسها بالديزل. هي شنو هي؟ ايزونتروبيك كومبريشن من واحد الى اثنين. فلذلك نشوف V1 و V2. V1 على V2 هي الكومبريشن ريشيو. الكومبريشن ريشيو بعدين راح ننتقل من اثنين الى ثلاثه. In the diesel cycle, heat is transferred to the working fluid at constant pressure. لذلك أنا من دا أضيف heat إلى الشحنة مالتي مال الهواء المضغوط من دا أضيف وقود لتكون عندي at constant pressure لكن دا يصير تمدد بالفوليوم. فلذلك من اثنين إلى ثلاثة دا يصير عندي شنو؟ تمدد. إذن V3 هو أكبر من V2 وهاي النسبة مال V3 على V2 نسميها cut-off ratio. cut-off ratio هسه إن شاء الله راح نشوف القوانين اللي تخصها. process 2 إلى 3 also make up the first part of the power stroke. فهو هذا الباور ستروك راح يكون عندي. زين ذا ايزونتروبيك اكسبانشن فروم ستيت 3 تو ستيت 4 از ذا ريمايندر اوف ذا باور ستروك. فاذا هذا الباور ستروك بالديزل هو عباره عن شوطين من 2 الى 3 الهيت اديشن، من 3 الى 4 راح يكون عندي التكمله مال الباور ستروك انتاج الطاقه. As in auto cycle, the cycle is completed by constant volume of process من 4 إلى 1 وبالتالي the heat is rejected from the air while the piston is at the bottom dead center. فإذا من نوصل إلى نهاية شوط القدرة ينفتح الصمام مال الإكزوست فالبستم من يبدي يصعد يعني يوصل إلى البوتوم ديد سنتر الصمام ينفتح مال الاكزوست وبالتالي نتيجة الحركة البستم راح يبدي يصعد ويطرد كل الاكزوست غازز اللي موجودة بداخل السلندر الى ان يوصل الى التوب ديد سنتر وبالتالي يبدي بالانخفاض وعندها راح ينفتح الصمام مال الهواء لدخول شحنة جديدة من الهواء. فالعملية مال الهيت ريجكشن بدها تكون عند كونستانت فوليوم اللي هي من 4 الى 1. This process replaced by the exhaust and intake process of the actual engine. فمثل ما شفنا هنا البي في chart هنا عندنا التي اس دايجرام. فاني بين 1 و 2 قلنا هذا هو الكومبريشن ستروك اللي يكون ايزونتروبيك كومبريشن. لذلك الاس تكون عندي ثابته. من 2 الى 3 العمليه هيت اديشن
راح يكون عندي البريشر كونستانت، هنا راح يكون البي يساوي سي، معناه البريشر كونستانت وعندنا زياده في درجه الحراره، لذلك تي 3 هي الماكسيمم تمبريتشر مثل ما كان عندنا بالاوتو، كانت ايضا تي 3 هي الماكسيمم. عندي من 3 الى 4 هو التكمله مال الباور ستروك، باور ستروك من 3 الى 4، وتكون هاي العمليه ات كونستانت انتروبي، وبالتالي عندنا العمليه الاخيره من 4 الى 1 يكون عندي الفوليوم هو كونستانت والاكزوست ستروك يحدث. فاذا اجينا على التي اس دايجرام فراح نشوف انه الاريا اللي محصوره بين 2 3 اي بي 2، هاي هذا راح يمثل لي الهيت اديشن، represent heat added per unit of mass. الاريا اللي محصوره بين 1 4 اي بي 1 هذا راح يمثل لي الهيت ريجكتد. طبعا الفرق بين الهيت اديشن اللي هي الاريا اللي محصوره بين 2 و 3 اي بي 2 يعني هاي المنطقه كليتها، يعني احنا راح نروح منا الى هنا وننزل هنا، هذا الشكل كليته راح يمثل لي الهيت اديشن، بينما الهيت ريجكشن راح تكون هي من 1 الى 4 الى اي الى بي الى اي، فتمثل لي هاي المنطقه الثانيه، هاي تمثل لي الهيت ريجكشن. الفرق بين الهيت اديشن والهيت ريجكشن راح يكون هو الورك نت، صافي الشغل ورك نت. بينما اذا اجينا احنا على البي في دايجرام، الاريا 1 2 A B اثنين العفو الواحد اثنين A B 1 راح نجعله الواحد اثنين A B 1 is the work input per unit mass، هذا الـ input work، بينما during the compression process، بينما المساحة اللي محصورة بين 2 3 4 B A 2 ها هي ال work done per unit mass as the piston move from the top dead center to the bottom dead center. The enclosed area of each figure is known as the net work output which equal to the net heat addition. فمثل ما عرفنا انه تدي تطلع انت الورك نت من التي اس دايجرام او من البي في دايجرام راح تكون النتيجه هي واحده. فاذا عندنا من 1 الى 2 الى اي الى بي الى 1 هذا الورك انبوت، بينما من 2 3 4 بي اي 2 هذا راح يكون الورك اوتبوت. الفرق بيناتهم هو راح يكون هذا الشغل اللي داخل هاي السايكل، هاي راح يصير هذا هو الورك نت، هذا هو الدبليو نت. وبالتالي الورك نت اللي موجود هنا هو يشبه الورك نت اللي موجود هنا. هسه اذا اجينا على القوانين وعمليه اشتقاق هالقوانين فنجي على السايكل اناليسيس. In the diesel cycle the heat addition takes place at constant pressure. فقلنا احنا عمليه الهيت اديشن راح تكون عندي عند الكونستانت بريشر،
لذلك أنا عندي الورك يساوي integration من 2 إلى 3 BDV. بما أنه الـ P هو constant أقدر أطلع خارج التكامل، فيبقى عندي شنو؟ تكامل من 2 إلى 3 للـ DV. تكامل الـ DV هو في V، فراح يكون عندي V3 ناقص V2. فإذن هاي معادلة رقم واحد، أنا منطق إياها هنا رقم 9، 9 لين ما أخذها من هذا المصدر. زين، نفس العملية الـ Heat Addition، إذا إجينا إحنا عندنا Closed System، فإذن التغيير بالـ Internal Energy يساوي الـ Heat ناقص الـ Work. فإذن التغير بالـ Internal Energy بالـ Process من 2 إلى 3 هو الكتلة بيو 3 ناقص يو 2. شو يساوي لي؟ الكيو 3 الحرارة اللي ضفتها والشغل اللي أنجزناه ناقص شنو؟ 3 إلى 2. وبالتالي إحنا الشغل اللي أنجزناه من 2 إلى 3 إذا أخذته من هاي المعادلة من هنا وعوضته وين؟ هنا إيش راح تصير عندي؟ وهاي وهذا الشغل اللي هنا راح أنقله وين؟ بصف الانترنال إنيرجي بالطرف الثاني، فراح يصير عندي الهيت أديشن أو الهيت ترانسفير، هيت أدد بير يونت ماس شي يساوي لي يو 3 ناقصا يو 2 زائدا بي في 3 ناقصا في 2 اللي هو الانترنال والورك. لاحظوا انه هذا الورك اللي هنا بالاوتو كان يساوي شنو؟ صفر، لان كان الهيت اديشن ات كونستانت فوليوم، بينما بالديزل الهيت اديشن تكون عند الكونستانت بريشر، وبالتالي اكو عندي شغل نتيجه اثناء عمليه الهيت اديشن اكو عندي شغل. احنا مثل ما نعرف الانثالبي، الانثالبي هو الانترنال انرجي زائدا الشغل البي في، فلذلك اذا عزلتهن يعني البلاستيت 3 اللي هو اليو 3 زائدا بي في 3 زائدا يو 2 ناقصا العفو يو 2 زائدا بي في 2، هذا هو تعريف الانثالبي، هذا هو تعريف الانثالبي. فلذلك انا كيو 3 2 3 هو H3 ناقصا H2، بينما بالأوتو كان عندي هو U2 U3 ناقصا U2. فإذن هذا الفرق الأول نتيجة وجود شنو؟ الهيت أديشن. فإذن الهيت أديشن بالأوتو هي U3 ناقصا U2، لكن هنا بالديزل هو راح يكون عندي H3 ناقص H2. وهاي القيم مال الإنثالبي نطلعها أيضا من التيبل أي 22. إذا جينا نريد نطلع الهيت ريجكشن، الهيت ريجكشن بروسيس تكون عندي بالإكزوست ستروك اللي هو من 4 إلى 1. من 4 إلى 1 تتم العملية عندي at constant volume، فإذا عندي العملية تتم at constant volume فإذا أنا work ما عندي، يعني إذا الهيت تساوي شنو؟ الانترنال انرجي. لذلك Q من 4 إلى 1 per unit mass يساوي لي U4 ناقص U1، وهذا هو نفس القانون اللي شفناه وين؟ بالأوتو سايكل. فإذا أنا إذا طلعت الهيت أديشن وطلعت الهيت ريجكشن ممكن أطلع الورك نت. هنا الورك نت شي يساوي لي هو الهيت أديشن ناقصا الهيت ريجكشن، فإذا راح يكون عندي الورك نت هو H3، اللي نكتبه هنا. إذن الورك نت بالديزل راح يكون H3 ناقصا H2 زائدا U4 ناقصا U1. هذا هو الورك نت بالديزل، بينما كلكم تتذكرون شباب انه الورك نت بالاوتو كان هو يو 3 ناقص يو 2 زائدا يو 4 ناقص يو 1. الفرق الوحيد هو وين كان عندي؟ انه هنا
بإضافة الإنثالبي بدل عن الانترنال انرجي بالهيت اديشن ستروك. وبالتالي عاود نحصل على الثيرمال افشنسي راح نقول هي الورك نت على الهيت اديشن او هي الهيت اديشن ناقصا الهيت ريجكشن على الهيت اديشن، وبالتالي احصل على واحد ناقص كيو 4 الى واحد على كيو 2 الى 3. فاذا الباست راح يكون بالانترنال انرجي يو 4 ناقص يو 1، وبالمقام راح يكون عندي الانثالبي اللي هو اتش 3 ناقصا اتش 2. القيم مال يو 1 ويو 4 واتش 3 واتش 2 كليتها نقدر نحصلها من التيبل اي 22. مثل ما تعرفنا على انه بالاوتو سايكل كان عندي ثيرمال افشنسي تتناسب طرديا مع الكومبريشن ريشيو، ايضا بالديزل سايكل كل ما زاد الكومبريشن ريشيو كل ما الثيرمال افشنسي مال هاي السايكل راح تكون افضل. As for auto cycle, thermal efficiency of the diesel increases with the compression ratio. فإذا to evaluate على مود نوجد ال thermal efficiency from equation 19 requires the value for U1, U4 H2 and H3 or equivalently the temperature are the principal state of the cycle. يعني انت اما ذن القيم عندك او عندك temperature بكل نقطة من ذن النقاط الاربعة، بالتالي من الجدول اي 22 انت ممكن تحصل على القيم مال هاي المتغيرات، وبالتالي تقدر تحصل على thermal efficiency للديزل cycle. زين اذا ردنا نحسب التمبريتشر، يعني انا بالقانون مال الثيرمال افشنسي عندي انترنال انرجي وعندي انثالبي، لكن على مود اطلع قيم مالتهم ما كانت معلومه بالسؤال لازم عندي تمبريتشر. فاذا كان عندي تمبريتشر شلون اقدر احسبهم؟ طبعا التمبريتشر راح تكون عاده عندك الستيت 1 في اغلب الاحيان هي معلومه. زين شلون اطلع بقيه درجات الحراره مال النقاط؟ راح نشوف الآن. Let us consider next how these temperature are evaluated for a given initial temperature T1 and compression ratio R. فإذا أنا عندي T1 وعندي compression ratio. The temperature at state 2 can be found using the following isentropic relationship of and VR that. فإحنا مثل ما تعلمنا قلنا الـ V1 على الـ V2 يساوي VR1 على الـ VR2. هاي إذا كان أنا عندي شنو؟ isentropic process. فأنا من الواحد إلى اثنين عندي isentropic compression، وبالتالي زين isentropic compression، وبالتالي أقدر أحصل على هذه المعلومة. ف T1 عندي اقدر اطلع VR1، وعندي V1 على V2 هي الكومبريشن ريشيو معطينيها بالسؤال، فاذا اقدر اطلع منه ال VR2. وبالتالي اذا طلعت ال VR2 معناه اني اروح على الجدول اسوي انتربوليشن واطلع ال T2، وايضا اطلع شنو قيمه الانثالبي بنقطه 2. فاذا النقطه 1 T1 اقدر اطلع منها U1 من اليو واطلع في ار 1، من الفي ار 1 والكومبريشن ريشيو اقدر اطلع الفي ار 2، من الفي ار 2 اروح على الجدول اطلع التي 2 واطلع منه الاتش 2. هسه زين على مود نوجد التي 3، احنا التي 3 وين تكون عندي؟ الهيت اديشن، الهيت اديشن ات كونستانت بريشر، وبالتالي أنا أقدر أقول P1 V1 على T1 يساوي P2 V2 على T2. زين بما أنه أنا إذا أشتغل على النقطة 2 و 3 إذن والP2 يساوي P3، إذن أقدر أقول
ال T3 على T2 يساوي ال V3 على ال V2. ومن هنا أنا أقدر أطلع شنو ال T3، لأن ال T2 طلعناها، بقت ال V3 على ال V2 إحنا راح نسميها ال Cut Off Ratio اللي هي يسموها RC. ال RC إذا ال R هي ال Compression Ratio اللي هي ال Volume 1 على ال Volume 4، بينما ال Cut Off Ratio هو ال V3 على ال V2. زين، هسه إذا وصلنا للعملية من 3 إلى 4، نريد نتحرك من 3 إلى 4. أيضا عندي أني Isotropic Expansion، فال V4 قلنا يساوي ال V1، لكن أنا أحتاج النسبة بين V4 إلى V3، ما عندي علاقة بين V4 و V3. فإذا جيت كتبت شباب الـ V4 إلى V3، ومثل ما أخذته بالرياضيات أكو عندنا Chain Rule، القانون السلسلة، أنا أقدر أقول الـ V4 إلى V3 هو نفسه V4 إلى V2 في V2 على V3. رياضياً أنا استخدمت Chain Rule، يعني شلون مثلاً إحنا نستخدم Chain Rule؟ مثلاً أنت عندك 8 على 3، أنا الـ 8 على 3 أقدر أكتبها أقول 8 على 7 في 7 على 3، هي نفس النسبة، أنا ما غيرتها، لكن سويت chain rule، يعني دخلت السبعة بيناتهم، يعني الـ 8 على 3 تساوي 8 على 7 في 7 على 3، ممكن أختصر السبعة ويا السبعة وترجع النسبة شنو 8 على 3. نفس العملية هنا، أنا ما عندي فد علاقة تربط بين ال V1 ال V4 و V3، لكن أنا عندي علاقة بين V1 و V2، وعندي علاقة بين V3 و V2، وقلنا ال V1 يساوي ال V4، لكن علاقة مباشرة بين الأربعة والثلاثة ما عندي. فسوينا هاي الحيلة الرياضية إنه أنا V4 على V2، ال V4 مو قلنا تساوي V1، فإذا راح تصير عندي شنو؟ V1 على V2 وV2 على V3. زين، V1 على V2 هو الراتيو، كومبريشن ريشيو. زين، V2 على 3 هو 1 على الكت اوف ريشيو. فإذا العلاقة أو النسبة بين ال V4 إلى V3 هي كنسبة الكومبريشن ريشيو إلى الكت اوف ريشيو. والآر والآر سي طبعاً متى راح تكون معلومة عندي، فممكن شنو أحسبهم. زين، أنا بنقطة ثلاثة أقدر أطلع في آر ثلاثة. زين، في آر أربعة على في آر ثلاثة يساوي في أربعة على في ثلاثة. زين، إحنا طلعنا هسه من هاي الكمبر العلاقة 9-12 إنه الفي أربعة على في ثلاثة هي الآر على الآر سي، والفي آر ثري عندي، فإذا أقدر أطلع الفي آر فور. إذا عندي الـ VR4 أقدر أروح للجدول بالانتربوليشن أطلع T4 وأطلع الـ U4. هنا شباب أكو سؤال على هاي الـ Compression Ratio أو على أي علاقة إحنا اشتقيناها لحد الآن؟ زين، مثل ما نعم تفضل. لا أقول لك واضح رفتار. نعم إن شاء الله. إحنا مثل ما اشتغلنا سابقاً إنه إحنا على مود نطلع علاقة بين الثيرمال إيفيشنسي والمعطيات اللي موجودة بالسؤال، فأكو نوع من الأسامشن نسميه Air Standard Analysis، Cold Air Standard Analysis، يعني إحنا نعتبر درجات الحرارة مال الهواء مدى تتغير تغير كبير، وبالتالي specific heat at constant pressure والspecific heat at constant volume CP والCV مدى تتغير بشكل كبير جدا. لذلك يسوون هاي الاناليسز على مود يشوفون الثيرمال efficiency على منو تعتمد. فإذا فرضنا هاي الفرضية،
فممكن انه اني عندي العمليات الايزنتروبيك بروسس هي تي 2 على تي 1 يساوي في 1 على في 2 اس كي ناقص 1، يسمون ياخذون هاي العلاقات مال البوليتروبيك هاي بالثيرموداينامكس. وايضا على مود نوجد التي 4 ايضا هي ايزنتروبيك، فنقول تي 4 على تي 3 يساوي في 3 على في 4 كي ناقص 1. وممكن اني عن طريق العلاقات مال هاي السلسله الفي 3 على الفي 4 هي الار كومبرشن على الكومبرشن ريشيو، وبالتالي اني اقدر اوصل على الثيرمال افشنسي للكولد اير ستاندرد بيسز هي مربوطه ويا من بالكومبرشن ريشيو وبالكت اوف ريشيو. فاذا احنا سابقا كان عندنا الاوتو تعتمد على اثنين، تعتمد على الكي وعلى الار. تعتمد على اليمن، تعتمد على الكي وعلى الار. هنا بالديزل عندنا لا، تعتمد على ثلاث متغيرات. تعتمد على اليمن على ثلاث متغيرات، الكي والار والار سي. احنا مثل ما شفنا بالاوتو انه كل ما كانت الكومبريشن ريشيو اعلى الثيرمال افشنسي مال الاوتو اعلى، هنا بالديزل ايضا كل ما كانت الكومبريشن ريشيو اعلى راح تكون الثيرمال افشنسي مال الديزل سايكل اعلى. هاي وحده. مثل ما شفنا بالاوتو سايكل انه كل ما كان الكي اعلى، يعني احنا مسوين تكرير اضافي للوقود يعني محسن اكثر، كل ما كانت الثيرمال افشنسي اعلى. هنا نفس العمليه بالديزل ايضا كل ما كان الكي اعلى كل ما كان عندي الثيرمال افشنسي اعلى. بقت عندي الكت اوف ريشيو. الكت اوف ريشيو شنو تاثيرها؟ هل هي كل ما زادت تزيد الثيرمال افشنسي لو بالعكس؟ فمن هاي العلاقه شباب اذا جينا نعوض ارقام، اذا نجي نعوض ارقام بيها، فراح نلاحظ الاتي انه اني كل ما تزيد عندي الكت اوف ريشيو كل ما الثيرمال افشنسي تقل. كل ما ازيد الكت اوف ريشيو الثيرمال افشنسي ما تشبيهه تقل. فاذا العلاقه بين الكي والار بالنسبه للثيرمال افشنسي هي طرديه، بينما الار سي علاقتها عكسيه ويا الثيرمال افشنسي مثل ما تشوفون هنا. فاذا كان عندي الار سي واحد راح يكون نفس التصرف مال الاوتو، اما اذا زيدنا الار سي وصارت اثنين راح نشوف انه الثيرمال افشنسي تقل. اذا زيدنا الار سي سويناها ثلاثه راح نشوف انه الثيرمال افشنسي تقل ويا من؟ ويا زياده الكومبريشن ريشيو. بالنسبه لهذا القانون اللي هو 9 13 احنا ما نستخدمه، لكن انا بس يعني حطيت لكم اياه هنا على مود اوضح لكم انه اذا احنا فرضنا انه السي بي والسي في كونستانت ممكن نستخدم البوليتروبيك ريليشن ونشتغل على هذا، يعني هاي ياخذوها بالثيرموداينامكس السايكل ويشتغلون. اما احنا لا، اذا نعتبرها متغيره لان نشوف انه درجات الحراره قاعد تتغير اثناء السايكل، وبالتالي احنا بدنا نستخدم الجدول اي 22 لحل المسائل. فلذلك احنا انتم غير مطالبين بالاشتقاق مال هذا القانون، احنا هذا القانون اذا وضعناه هنا على ود بس نعرف تاثير كل من المتغيرات الكي مال الفلويد او الفيو والكومبريشن ريشيو والكت اوف ريشيو. اوتو سايكل اونلي، يعني شنو الفرق بين الديزل وال
والاوتو سايكل احنا هذا اللي بداخل القوس المربع كله زياده. احنا بالاوتو كان ايتا تساوي 1 ناقص 1 على ار اس كي ناقص 1، لكن بالديزل دخل عندنا هذا اللي بين قوسين مربع. Thus, when the compression ratio is the same, the thermal efficiency of the cold air standard diesel is less than that of the cold standard auto cycle. فإذا كان يعني عندي نفس الكومبريشن ريشيو نفس الوقود، فطبعا عندي العملية بالثيرمال افشنسي مال الاوتو هي أعلى من العملية مال من أو الثيرمال افشنسي مال الديزل إذا ثبتت الـ R والـ K. هنا راح نجي نبدي ناخذ مثال ونحله ونشوف شلون ننتقل من نقطة إلى أخرى ونطلع كل المعطيات المطلوبة بالسؤال. Example 1: At the beginning of the compression process of an air standard diesel cycle, operate with a compression ratio of 18. فإذا الـ R عندي 18. The temperature is 300 كلفن والبرشر هو 100 كيلو باسكال بنقطة واحد. The cut-off ratio for the cycle is 2. عندي الـ V3 على الـ V2 هو 2 قيمته. Determine the temperature and the pressure at the end of each process of the cycle. فإذا الـ pressure والـ temperature بكل نقطة أنا أريدها من النقاط الأربعة. The thermal efficiency will mean effective pressure. فهنا ان شاء الله ويا الشباب نركز بس على مود نبدي عن شلون نحل. فانا هسه عندي نقطه واحد عندي بها تمبرتشر وعندي بها بريشر. بما انه واحد الى اثنين هي ايزونتروبيك كومبريشن، اذا انا اقدر اروح على التيبل اي 22 مثل ما استخدمنا بالاوتو واقدر اطلع اليو 1 والفي ار 1. اطلع اليو 1 اللي هي 214 قدامكم وال VR1 621 على مود احصل على المعطيات بنقطه 2. انا راح اقول VR2 على VR1 يساوي V2 على V1 وال V2 على V1 هي 1 على R وال VR1 عندي. فاذا اطلع ال VR2 اللي هي 34.5. هسه ارجع على الجدول بالانتربوليشن اقدر احصل على قيمه ال T2 ايش قد، وهنا انا راح احصل عليه من على ال H2. فإذا شباب لا تنسون 1 و4 نطلع اليو، 2 و3 نطلع الاتش. طلعنا الاتش قد. هنا على مود اوجد البريشر بنقطة 2 اكو عندي طريقتين، يا اما اقول البي 2 على البي 1 يساوي بي ار 2 على بي ار 1 او راح نقول بي 1 في 1 على تي 1 يساوي بي 2 في 2 على تي 2. الطريقتين تعطيك نفس الناتج. هنا احنا مستخدمين ال P1 ال B2 يساوي P1 T2 على T1 V1 على V2 اللي هي ال R وال T2 وال T1 طلعناهن. فإذا أقدر أطلع ال P2 شقد 5.4 ميجا باسكال. هسه أنا وين بنقطة 2 على مود أنتقل إلى نقطة 3 أنا العملية جزء تكون عندي كونستانت بريشر. كونستانت شنو؟ بريشر. معناه شنو؟ عندي فقه من القانون V1 على T1 يساوي V2 على T2. زين انا بنقطة 2 الى 3 ايش راح يصير عندي القانون؟ V2 على T2 يساوي V3 على T3. زين T2 عندي وال V2 إلى V3 أيضا عندي كنسبة اللي هي 1 على الكت اوف ريشيو، بالتالي أقدر أطلع الـ T3. فبما أنه الستيت من أنتقل من 2 إلى 3 يكون عندي شنو الـ pressure constant، أقدر أقول الـ T3 يساوي V3 على V2 T2. V3 على V2 هي الكت اوف ريشيو اللي معطينيها بالسؤال هي 2 والـ T عندي. فاذا اقدر اطلع T3. من طلعت T3 ايضا هسه اروح للجدول اطلع ال H3 واطلع ال VR3. هسه من اجي على ال VR3 اريد لازم اطلع منه ال VR4 لان انا راح اروح على الاكسبانشن ايزونتروبيك اكسبانشن.
فإذا ال VR4 على ال VR3 يساوي V4 على V3. احنا قلنا ما عندنا علاقة مباشرة بين ال V4 وال V3. إذا استخدمنا chain rule فراح نقول V4 على V2 في V2 على V3. زين V4 هي نفسها V1، فإذا أنا عندي V1 على V2 اللي هو الكومبريشن ريشيو، وV2 على V3 اللي هي 1 على الكت أوف ريشيو مثل ما تشوفون هنا أنا قدامكم. وبالتالي أنا أقدر أقول الـ VR4 يساوي الـ R على الـ RC في الـ VR3. أعوضها فراح أحصل على الـ VR هي 35.7. من هنا أنا أقدر أروح إلى التيبل أسوي انتربوليشن وأرجع بالقيمة مال من؟ مال الـ T4، وبنقطة 4 أحتاج لمن؟ الـ U4. على مود اطلع البي 4 بالنسبه نعم. اي هذا الفي 4 على الفي 2 قلت عليه بالتشارول ما فهمت يعني نسيته. آه. هو احنا شنو عندنا سما؟ انا هسه اذا عندي 8 على 3 اقدر اكتبها بالشكل الاتي، اقول هي 8 على 7 في 7 على 3 صح؟ اي صح استاذ. فهنا انا ها اذا اختصرتهم هذول راح يرجع 8 على 3. انا شنو الفائده من هاي العمليه؟ انا عندي علاقه بين الفي 1 والفي 2 اللي هي الكومبريشن ريشيو، عندي علاقه بين الثلاثه والاثنين الفي 3 على الفي 2 اللي هي الكت اوف ريشيو، لكن علاقه بين الفي 4 او اللي هي في 1 وفي 3 ما عندي. فسويت هاي الحيلة الرياضية انه سويت قلت من 4 الى 2 ومن 2 الى 3، لان هاي ال V2 على V3 هي 1 على الكومبريشن ريشيو، خلصت منها. بقت عندي ال V4 الى V2، انا اعرف انه ال V4 تساوي ال V1، فاذا V1 على V2 هي الكومبريشن ريشيو ال R، وبالتالي اذا ال V4 على V3 هي تساوي حقيقة الـ V4 هاي النسبة على V3. أنا ممكن أعوض عنها بأشياء معلومة من السؤال اللي هي الـ R على الـ RC. ماشي؟ تمام أستاذ. فلذلك أنا على مود أطلع الـ VR3 أقول الـ R على الـ RC في الـ V3، والـ V3 أطلعها من الـ Temperature 3، وبالتالي أحصل على قيمة الـ VR4 وأروح بها للجدول على مود اطلع ال T4 واليو 4. ها يعني هذا الحيلة الرياضية بس على مود نربط اشياء معلومة باشياء ما معلومة. زين. فهنا انا على مود نكمل السؤال مالتنا، طلعنا اليو 4 والتي 4. بقى عندي من هو لازم اطلع البي 4. البي 4 اذا ربطته ويا ال نقطة 4 ويا نقطة 1، فأنا راح أشوف إنه العملية دي تكون عندي الإكزوست آت كونستانت فوليوم، فأقدر أقول بي 4 على تي 4 يساوي بي 1 على تي 1. زين تمبرتشر والبريشر بنقطة 1 معلومات، وتمبرتشر بنقطة 4 معلومة، إذا أقدر أطلع منه البريشر بنقطة 4. هسه على مود نطلع الثيرمال افشنسي قلنا هي 1 ناقص يو 4 ناقص يو 1 على H3 ناقص H2، وهذن القيم كلهن حصلناهن من حل هسه. اذا احصل على انه الثيرمال افشنسي مال السايكل هي 57.8. بنفس الطريقه اللي هي سابقا احنا على مود نوجد المين افكتيف بريشر، المين افكتيف بريشر هو الورك نت على V1 ناقصا V2، والورك نت قلنا هو الهيت اديشن ناقصا الهيت ريجكشن، فاقدر احسبه. راح اقول كيو 2 3 ناقصا كيو 4 الى 1 يعني اتش 3 ناقص اتش 2 زائدا او ناقصا العفو يو 4 ناقصا يو 1. هنا انا حطينا بين قوسين عمود السالب، فممكن اطلع الورك نت هنا. بقى عندي الفوليوم
اقدر اطلع ال V1 عامل مشترك برا، فراح يصير عندي 1 ناقص 1 على R، وال V1 نقدر نطلع من القانون مال القانون العام للغازات، V1 يساوي RT على ال P. مثل ما تشوفون هنا، يعني هذا المقدار ال R بار على ال M. انت ممكن تستخدم النسبة اللي هي 287 اذا كان عندك بالمقام باسكال. هذا الناتج هنا هو الار، الار احنا اذا كان انا استخدم الباسكال اكتبه 287، اما اذا استخدمت بالمقام الكيلو باسكال فراح استخدم 0.287. ممكن هنا هاي تعوضون هاي القيمة هنا مباشرة في الكلفن 300 على، فطلع عندي شنو الفوليوم 1، وبالتالي اقدر اطلع المين افكتيف بريشر قد قيمته. هنا انا هيك فد كويس سريع يقول اذا كانت الكتله هي 123 ب10000 كيلوغرام ايش قد الفوليوم؟ نضرب السبيسيفيك فوليوم بالكتله راح اقدر احصل على الفوليوم 1 ايش قد قيمته، وراح يطلع لي تقريبا هو 10 لتر.